الله العظيم وترداده يزداد فيه تأملا، زي ما قلت لك تقعد تتأمل في علمك. ولذلك العلم يا جماعة ما بين ان انت خد بالك تلقي للناس وتعلمه للناس، وبقول دايما انت يا ابني لو عايز تبقى قوي، والله العظيم لو عايز تبقى قوي في اي مادة علمية، هات حد من زمايلك اللي على قدهم، وده من ابواب الخير. اعمل ايه؟ واحد، هات واحد من زمايلك اللي على قدهم واشرحها له. والله العظيم اولا الحتة اللي انت شرحتها دي مستحيل تنساها تاني. ولذلك ايه قلت لك انا قبل كده وبعدها لك تاني، من ابيات الشعر الجميله جدا في العلم، بيقول لك وكنز لا تخاف عليه لصا. علمك ده كنز، كنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، موجود وانت موجود في مكانك، يزيد بكثره الانفاق فيه وينقص ان به كفا شددت. يعني لو انفقت علمك ده للناس اديته لهم هيزيد، بينما لو شددته وكنت كاز عليه يعني ماسكه كده وتقبض عليه بايديك، لا 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 في الحاله دي هينقص منك. فعلم العلم للناس. يبقى هنا عندك هو كده لازم تقعد تقوله، لانك كل ما انت بتقوله كل ما بيثبت. والله العظيم دي قاعده كده، ولذلك هي قاعده زي ما بقول لك، وليس بينه وبين تركه رياضه امرئ بفكه. تقعد كده بص تمرن بقك، يلا قول الكلام، قول لك، واوعى تخلي حاجه تيأسك انك هتوصل. لا يا حبيبي، مهما كان المشوار طويل اوعى تنسى، على قدر اهل العزم تاتي العزائم. انت عندك عزيمه واراده انك توصل لحاجه، احب اقول لك انك لو هتجاهد وعندك همه وعزيمه هتوصل. ان الذي يرتجي شيئا بهمته يدركه لو حاربته الانس والجن. والله لو الانس والجن بتحاربك اعرف انك هتوصل، لانك باذن الله عندك عزيمه ومقدره، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى مطلع على عملك وهيكافئك على عملك ده واجتهادك. اسال الله لكم يا جماعه دوام النجاح والتوفيق والسداد والقبول. شد حيلنا يا شباب ونجتهد نذاكر كويس.